حياك الله محمد حجويت، ان شاء الله ما تعبون. والله حياتك كلها هيك. يا صار لك تشتغل انت بهذه المهنه البدائيه؟ من عمري 13 سنه. هسه ايش قد عمرك؟ تقريبا 37 38 سنه. يعني 25 سنه انت تشتغل؟ نعم. 25 سنه انت تكسر حجر وتحمل. كسر حجر ونحمل، يلا ابا. وين اهلك؟ اهلي بحديثه. حيل. تجي من حديثه اللي جاي؟ نجي من حديثه اللي جاي. امرار نركب حسب نبات نلقى بالصدر نركب عندنا مجال نبات الا فوق بالبدي. بالبدي بهذه السيارات ايه بالبدي نركب. تجي لهنا؟ اجي لهنا. 25 سنة؟ ايه. يوميا تشتغل؟ يوميا. ايش قد تحصل؟ مو سوى امرار احصل 10، امرار 15، اذا حيل حيل يومي تفول 20,000. 10 15 20. ايه اذا فول يعني يوم يومي تزينه. زين، هذا يعتمد على شنو الشغل؟ على الرزق، باب رزقنا، على باب رزقك انت هنا. يعني يحتاجوك اليوم شغل اكثر لو على حيلك انت. لا على حيلي، على حيلي انا وقدرتي. انت وقدرتك. انا وقدرتي. مره بيك حيل، مره تعبان، مره مريض. امراض تلقانا واحد مسخن نلقاه هنا دحج عين عينه. تعينوه؟ العينه. نقول قعد خوش. زين ما لقيت له غير هذه الشغله تكسر حجر؟ ماكو. تروح على الدوله يدون دفاتر. دفاتر ليش؟ دفاتر يوظفوك بالكهرباء او غير الكهرباء. يدونكم دفاتر انتم؟ ايه. تجي انت مشتغل عماله، انت ما عندك دفاتر، تجي تدفعهن وتعيش بيهن، تبني بيت جهالك بيهن. انا حقك. انت عندك اطفال؟ عندي اطفال. ساكن بحديثه؟ ساكن بحديثه، قاعد بيت اجار. الله يسعدك. تحصلهن منا يا دوب لقمه للاجار. اجار امرار شهر على شهر ما اقدر ادفع. ما تقدر؟ ما اقدر ادفع. لان انت على ذرعانك تشتغل. على ذرعان امرار ما نطلع من رد الحانه. ترد؟ الرد ماكو شيء. ها. مواسم هو لو دوم اكو شغله هنا؟ لا هو ما دوم، هو بس نوبات تجي ما تلقى رزق. وبالمطر ما تقدر تعبر؟ ما بالمطر ماكو.